الدكتور. مساء الخير يا ست عطيه. اسمها ايه؟ يمين. المريضه اللي شرفت مع حضرتك؟ ما اعرفش. امال هناخد البنات دي منين؟ اسمها بنت مين؟ جايه منين؟ ما تسالينيش لان بالاختصار ما اعرفش عنها حاجه ابدا. يعني حضرتك لمتها من الشارع؟ هو كده الشوارع يا ما بتحدف فعلا. انت مثلا يا ست عطيات. انا ايه يا دكتور؟ اللي يسمعك بتقولي كده يمكن يغلط في الحكم عليكي، مع اني متاكد انك فاهمه الدنيا كويس وبتقولي كده من غير قصد سيء. ايوه، لكن كل مريض هنا لازم يبقى له بطاقه. ومن غير بطاقه نسيبه يموت؟ لا ما يمنحش، لكن دي الاصول. معلش، النواب يخلي البطاقه بيضه كده زي قلبك. لكن دي مسؤوليه يا دكتور. خليها على مسؤوليتنا. هات البطاقه. هذه امضتي، تفضلي. والخانات دي كلها اسيبها فاضيه؟ ان كان ولا بد تمليها اكتبي فيها كلها حاله انسانيه.